هولا، مرحبا بكم سيغ ما شان برنسا كيتشن. اليوم جيتكم بهاد لا ريسيت ساهله و تري ايكونوميك، لي هما ميني كرواسون بالفرماج افيك اون بات ساهله للتوجد وما تسحقش مقادير بزاف. نبدو توت سويت في الطريقه. غادي تسحقوا 250 مليلتر ولا 250 غرام نتاع حليب. Il faut يكون دافي، سي تري امبورطون. وفوقه زيدوا معلقه كبيره، مغرفه كبيره نتاع خماره الخبز، وزيدوا معها معلقه كبيره نتاع السكر. انا كوم دابيتود غادي نخدم بلو روبو بيترين، مي تقدروا تعجنوها بيديكم سي فو فولي. الوغ من بعد فوق هذوك زيدوا حبه تاع البيض، وزيدوا معهم 50 مليلتر ولا 50 غرام نتاع الزيت. انا نسيت نزيده هنايا، دوكو دوك نزيده بلو تار، مي نتوما زيدوه هنا في هاد لو ميلونج وخلطوا مليح جوست لو طون لهادوك لي زانغريديون يتخلطوا لكم بيان. من بعد زيدوا ان ساشي دو لوفور شيميك، خميره الحلوى تاع 10 غرام، وزيدوا معاها معلقه صغيره، مغرفه صغيره نتاع الملح، وزيدوا الفارينة اون ديرني. الوغ الفارينة زيدوها اون دو فوا، بشوية قعدوا تزيدوا الفارينة باسكو تو ديبون دو لا مارك تاعكم تاع الفارينة. اولا 50 غرام تاع الزيت اللي نسيتها قبيلة زدتها دروك، سي با تري غاف، مي نتوما كيما قلت لكم زيدوها او ديبي. ايا وديروا 400 غرام نتاع الفارينة en deux fois. C'est possible d'y comme un peu plus ou là un peu moins. العجينه شوفوها تجي طريه وتجي تتلصق شويه، ماشي بزاف، تتلصق جوست ان بو. خلوها تخمر لمده نص ساعه. من بعد ما خمرت عاونوا روحكم بالفرينه، باسكو فيو كو العجينه خفيفه وتتلصق لازم ترشوها هكا من الفوق بالفرينه باش تقدروا تخدموها بلو فاسيلمون. وديروا تاني ان بو دو فارين سور لو بلون دو ترافاي وفي يديكم اوسي فلو رولو باش تسهلوا على روحكم الخدمه. وعلاه نديروا العجينه خفيفه، ما نقصحوهاش بالفرينه بزاف، باش جوستومون لي كرواسون تاعنا يجونا خفاف وبنان وطريين. الوغ كيما شتوني قلعت لاباط تاعي من البول بعد ما خمرت لي نص ساعه، درتها سور لو بلون دو ترافاي، ودروك غادي تحلوها باللو رولو على شكل دائري سيو باش ديروا دويره مليحه هكا باش تساعدكم في الخدمه من بعد كي تقسموا لاباط. وانا هاد لاباط تاعي قسمتها اون دو، مي نتوما تقدروا ديروها كاع اذا بغيتوا، وتقدروا ميم ديروا دي كرواسون موايا ماشي دي ميني كرواسون. الو بهذاك اللي يقسم البيتزا قسموها لاباط هذاك الدويره تاعكم اون 4، ومن بعد كل مثلث عاودوا قسموه اون 4 اذا بغيتوا ديروا دي ميني كرواسون، سينو قسموه اون 2 باش ديروا دي كرواسون موايا. سي كيما بغيتو لي كرواسون مالحين بيان سور جو رابيل. وسيو هذوك المثلثات تقسموهم ا بو بري قد قد باش كاع يجيكم كيف كيف. ومن بعد من الفوقه حلو هكا بالشرطه شويه من الفوقه هذاك المثلث باش كي ندوروه يجينا هذاك الشكل تاع كرواسون شباب، ولي كوان يجو خارجين با كوم دي كرواسون. سي لا ميم ميثود كي نديرو لي كرواسون دايوغ. اذا بغيتو راني درت لكم ديجا لا ريسيت دي كرواسون في ميزون، يجو بزاف بنان وساهلين للتحضير. نخلي لكم الرابط تاع لا فيديو الفوق في لو بتي اي. وهذه كي قسمت لا باتون دو هذا النص غادي ندسه اون كونجيلاتور بوغ لا بروشين فوا، غادي ندير به دي سوفلي وندير لكم دايوغ اون فيديو ان شاء الله. دونك هادو نخلوها بوغ لا بروشين فوا كيما قلت لكم، سوا ديرو كيف قسموها اون دو سوا ديرو كاع لا بات تاعكم. من بعد جيبو هذاك المثلث وحلوه كيما هكا كيما شتوني، فو تابوتي ان بو من الفوق باش ما يجيناش خشين تاني ومعجن. دونك ابري قلت لكم غادي ندير دي كرواسون سالي بالفرماج.
نتوما تقدروا ديروا بلي بغيتو، تقدروا ديروا الطون ولا لا فارس اللي بغيتوها. انا درت تو سامبل، غادي ندير دي كرواسون او فرماج تو سامبلومون، غادي نخدم بهذا الفرماج تارتينو اللي موالفه نخدم به البوراك. دونك حطيت ان بوتي مورسو، ان بوتي كاري، و جي رولي كيما شفتوني الميني كرواسون تاعي. غادي نعاود لكم الطريقه باش تكونسونطرو غاية وما تغلطوا. شوفوا هذاك المثلث وين قسمته من الفوق، حليته غاية اون دو. ايوم بعد زدت بلاطيته بيدي، تبعوا مليح لي زيتاب، سي تري فاسيل. ومن بعد جبت ان بوتي كاري على حساب لو ميني كرواسون تاعي، وجبت هادوك لي اكستريميتي فلي كوتي باش يجونا خارجين ويجي الكرواسون شباب. ومن بعد قعدت رولي 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 حتى لافان، وهاولا لو كرواسون نتاعي لو ميني كرواسون. شوفوا شحال يجو شابين. حطيتهم سور اون بلاك كي فا او فور ريكوفيرت دو بابي كويسون، وغادي نخلوهم يخمروا لمدة ساعة. و بور لا دوري غادي تسحقوا شوية حليب في بلاصة ان اوف، في بلاصة حبة بيض ولا جون دوف باش ما نضيعوش البيض. تقدروا ديروا حبة بيض اذا بغيتو، انا جو بريفير ندير الحليب، سي لو ميم ايفي، يولي لنا دوري كيما كي نديرو الحبة تاع بيض، سي لا ميم شوز. ومن بعد جيبوا شوية سانوج وحطوه من الفوق. شتو بعد ما خمروا لنا، سي تري امبورطون تخلوهم يخمروا باش يجوكم جوستومون خفاف، لي سالي تاعكم يجو خفاف. ودخلوهم يطيبوا دون سان فور كنتو ديجا شعلتوه اوباغافون على 200 درجة اون فان تو ديبون دو الفور تاعكم لمدة 15 دقيقة. شعلو من الفوق ومن التحت يطيبوا رابيدمون. اي فوالا، رانا لحقنا لا فان لا فيديو. جيسبر كي تكون عجبتكم اي كو راح تسيوها. سورتو ما تنسوش تخلو لي الراي تاعكم لتحت في لي كومونتير، خلو لي ام تي لايك، بارطاجي لا فيديو مع كاع الناس اللي تعرفوهم، اي استا برونتو في وصفه جديده.